داعش حقيقة كان أزمة حقيقية على مستوى كل بلدنا، يعني مو بس مجرد محافظتنا أو المحافظات. يعني سامرة لربما بعض الناس يقولون مثلاً سامرة ما تأثرت أو ما كذا، طبعاً كلام غير دقيق. سامرة سبحان الله تم استنزافها اقتصادياً بالكامل بسبب الأوضاع الأمنية اللي صارت على مستوى المحافظة، فالنزوح اللي صار من الأنبار إلى سامراء، النزوح اللي صار من الأقضية الأخرى اللي صارت إلى سامراء، تدري، وصار الناس ملتي بضيفة وملتي بخطارة وملتي، وهذا طبعا شيمة أهل المنطقة وأهل المدينة. وبالتالي سبحان الله تدري استنزفوا قوام الاقتصادية، استنزفوا يعني الناس، صار الحمل قليل، الحمل ماكو، بدأ الشغل يعني شوية ضعاف، وبدأوا التهب الضيافة والعدم كله حطوه للناس، فصارت أنه فعلا